إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد توقفنا في اللقاء السابق عند ان هناك كثير من النبوءات من مصادر اخرى منها الكتب المقدسه وبعض علماء الصوفيه الذين نختلف معهم في فجر الإسلام تحدثوا عن الفتن والملاحم بطريقتهم الخاصة فيما يواكب شرعنا نتحدث به ليس بما جاءوا بهم به بل بما عندنا من أحاديث صحيحة تعاضد هذه النبوءات سواء من عند هؤلاء العلماء أو من عند بني اسرائيل الكتب المقدسه المشكله اللي عرضناها الحلقه السابقه مشكله ذكرت في حديث صحيح فتنه السراء دخلها من تحت قدم رجل من اهل بيتي يزعم انه مني وليس مني انما أولياء المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورق على ضلع أصلنا لهذه الفتنة و وذكرناها وذكرنا أحاديث كثيرة تعضد هذه الفتنة اليوم سنتكلم عن نموذج على مستوى فرض حدث في الماضي حدث في الماضي و و وسوف يحدث نموذج مثله في المستقبل كون هناك فتنة الجهيمان او جهيمان العتابي اللي هو محمد عبد الله القحطاني حصل مشكله تماثل هذه المشكله تماما بس كانت على مستوى فرد في مسجد ويعني وحوله مناصريه وهموا انه المهد المنتظر ووضع على ارض الواقع بدون علم طبعا وخش الحرم المكي وكان معاه نعوش كان بها سلاح وأخرج السلاح وأعلن, وأعلن أنه المهد المنتظر ومات ناس كثيرون هذه الفتنة حدثت على رأس هذا القرن سنة 1400 هجرة واحد محرم لماذا فعل الجهيمان هذا الأمر لماذا وقع في شراك الشيطان وقع في شراك الشيطان لأنه لم يتعلم الفتن والملاحم جيدا بل اكتفى بان اسمه محمد عبد الله اسم المهدي كما يقول جل العلماء مع ان هناك حديث صحيح ذكر ان اسم المهدي بعيد تماما عن محمد بن عبد الله سنذكره في الحلقات السابقه القادمه ان شاء الله سنذكر اسم المهدي من الاحاديث الصحيحه في الحلقات القادمه بامر الله ولم يتعلم الجهيمان هذا ان ان المهدي يبايع بين الركن والمقام لا يرق دما ولا يوقظ نائما خد السلاح معاه وقتل ناس كثيرون ومات الجهيمان في حديث يعني يحضرني الان حديث في غاية الروعة بيتكلم عن حقبة عمرها مئة عام الحديث أخرجه الطبراني عن عبد الله بن سلام قال عمرو بن العاص ما كان منذ كانت الدنيا على رأس مئة إلا وكان على رأس المئة أمر فإذا جاء رأس المئة خرج الدجال وينزل عيسى ابن مريم فيقتله ترجم حاضر في بعض الكلمات هنوضحها في الحديث يظهر الحديث جلي واضح ما كانت الدنيا منذ كانت على رأس المئه إلا وحدث على رأس المئه شيء الحديث يقول ان هناك على رأس كل مائة سنه هجري حدث بارز أو فتنة تظهر من زكانة الدنيا وخاصة في الحديث أن الدجال هنا يبعث على رأس القرن طب نرجع للماضي كده نسبة الحديث ولو نصفه في 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 1400 احنا دلوقتي في 1437 هجري لسه على 1500 اللي هو راس القرن اللي الحديث اشار ان احتمال اذا خرج الدجال يخرج يخرج على راس القرن 1500 1400 ليس اختبارا في الحديث بل هو زياده ايمان في الحديث لان ال 1400 بالفعل دخل الجهيمان الحرم المكي واعلن ان هو المهد المنتظر وحدث ما حدث من سفك للدماء وقتل وما شابه ذلك ممكن نتفرج على فيديو يوضح لنا هذا الامر تقرير الاعداد لو تكرمتم. سبتمبر عام 1979 الموافق غره محرم اول ايام القرن الهجري الخامس عشر. ارتبط هذا التاريخ بواحدة من أسوأ جرائم التطرف وصناعة الموت التي هزت مشاعر المسلمين في جميع أركان الأرض، واقعة احتلال الحرم المكي الشريف بأيدي جماعة جهيمان العتيبي. قائد المجموعة اسمه بالكامل جهيمان بن محمد بن سيف الحافي العتيبي، ولد يوم السادس عشر من سبتمبر عام 1936. لم يكمل دراسته الابتدائيه وكان شبه أمي يعرف بالكاد القراءه والكتابه ومع ذلك نجح في تكوين جماعه اقنعها بان زمن المهدي المنتظر حل وان نهايه العالم اقتربت. وبعد صلاه الفجر في اول ايام القرن الهجري الجديد وقف جهيمان العتيبي في قلب الحرم المكي واعلن مبايعه صهره محمد بن عبد الله القحطاني على انه المهدي المنتظر وقام المئات من اتباعه باستخراج كميات كبيره من الاسلحه من توابيت ادخلت قبل الصلاه باعتبارها تحوي جثامين لموتى سوف يتم الصلاه عليهم في المسجد الحرام لكنها كانت معبأة أسلحة وذخيرة بدل ذلك وتمكن المسلحون من إغلاق الأبواب وسد منافذ الحرم والتحصن داخله وأخذوا المصلين الذين تصادف وجودهم داخل الحرم رهائن بدأ أتباع الجهيمان بإطلاق النار فأردوا بعض حراس المسجد الحرام الذين حاولوا منعهم من إغلاق الأبواب قتله ثم تحصن قناصه منهم في ماذن الحرم واستخدموها لاطلاق النار على القوات التي حاولت تحرير الحرم وضاعف من صعوبه الموقف عدم قدره القوات السعوديه على استخدام اسلحه ثقيله للرد على القناصه خوفا من الحاق الاذى بالحرم الشريف او قتل مئات الرهائن الذين تحصن اتباع الجهيمان بهم استمرت هذه المعركه نحو اسبوعين قبل ان تنجح قوات الحرس الوطني السعودي في السيطره على الوضع والقضاء على القناصه المتحصنين في الماذن، ثم تم تطهير الحرم من باقي المقاتلين الذين تحصنوا داخل بئر زمزم. رايتم التقرير ما حدث هذا جماعة صغيرة وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعوز عائز بالحرم ولا يستحل الحرم الا اهله فاذا استحلوه فلا تسالني عن هلكة العرب وفي احاديث الفتن والملاحم فقه يبين لنا ان هلكة العرب بعد هلكة العجم طب من هم العجم الذين سيهلكون قبل العرب؟ لا يبقى في جزيرة العرب من العجم إلا قتيل أو أثير يحكم بدمه ديت نصوص من الفتن والملاحم بتديك ترتيب للمشكلة اللي احنا قصمنا لها المرة اللي فاتت الفتنة فتنة السراء القادمة رجل من نسل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه ليس منه مني وليس مني انما اولياء المتقون. تكلمنا على ان الكعبه ستهدم مرتان مره في نهايه الزمان على يد رجل من الحبشه يطلق عليه في نصوص الفتن والملاحم ذو السويقتين من الحبشه يهدم في صحيح مسلم والبخاري يهدم الكعبه ذو السويقتين من الحبشه رجل اصلع افشك متباعد ما بين الفخذين ضعيف حتى لا يترك فيها حجر على حجر ويستخرج كنز ذو القرنين اما هناك هدم اخر تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه قبل هذا الهدم الاخير في نهايه الزمان التي لا تعمر الكعبه بعده والفتره ما بينهما فتره طويله في حديث عن عبد الله بن عمر كيف انتم اذا هديت كيف انتم اذا هدي هدمتم البيت فلم تدعوا فيه حجر على حجر قالوا ونحن على الاسلام قال وانتم على الاسلام قالوا ثم ماذا قالوا ثم يبنى احسن ما كان فاذا رايت مكه قد بعجت قزائم رأيت البنيان يعلو رؤوس الجبال فاعلم أن قد أظلك الأمر قد أظلك الأمر يعني هدم الكعبة إيه الشرطين دول يعلو البنيان آه وتبعج قظائم في أثر تاني بيوضح زي ما اتفقنا لا نتكلم من عند أنفسنا نص تاني بيشرح الشرطين دول إذا رأيت البنيان ارتفع إلى أبي أبي قبيس وجرى الماء في الوادي فخذ حذرك فخذ حذرك مقابلة تماما فقد أظلك الأمر ويعلو البنيان رؤوس الجبال هنا أبو قبيس قد حدث الشرطاء وذكرنا في الحلقة السابقة أن فتنه السراء تاتي بعد فتنه الاحلاس وكنا فتنه الاحلاس معناها الحلس الذي يوضع على ظهر البعير هي فتنه ملازمه للامه وقال قائل يا رسول الله وما فتنه الاحلاس قال هي هرب وحرب جماعات تهرب من جماعات ويقتل المرء فيما يقتل لا يدرى هي الثورات العربيه ملازمه للامه يليها مباشره فتنه السراء السنه في الفتن والملاحم متشابكه كأيدي هذه مترصة أحداث متوالية وراء أحداث هناك حديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة من أهل المغرب عليهم لباس من الصوف فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله وتغزون فارس فيفتحها الله وتغزون روما فيفتحها الله وتغزون الدجال فيفتحه الله الحديث ده في صحيح مسلم الشاهد معنا في الحديث ده محل النقاش تغزون جزيرة العرب كيف نغزو جزيرة العرب ويفتحها الله أي أن الله سبحانه وتعالى يؤيد من يغزو الكعبة وبلاد الحرمين يخلصها من يد من اصلنا ان فتنه السراء هي الفتنه التي يحرق فيها البيت العتيق دخلنا من تحت قدم رجل يزعم انه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تبرا منه هو الشيعي المزيف الذي يعتقد انه المهدي المنتظر ستتكرر الفتنة مرة أخرى بشكل آخر حدثت فوق 400 مع الجهيماء ستتكرر الآن بس من يساند هذا الشيع المزيف دولة يحضرني حديث آخر عن عدي بن ثابت لا يغزون الكعبة قوم أكثرهم أولاد زنا لا يغزون الكعبة قوم أكثرهم أولاد زنا، إيه الحديث الغريب ده؟ في حد جواز المتعة للشيعة كل أولاد هؤلاء أكثرهم في الحرس الثوري الإيراني أكثر الحرس الثوري الإيراني أولاد متعة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن هو زنا ابن زنا سيدخل الحرم المكي الحديث الصحيح الأول الذي ذكرناه لابد من مشاهدة الحلقة الأولى وربطها مع هذه الحلقة إيه اللي هيخليه الشيء المزيف يعمل كده إيه اللي هيخلي الشيء المزيف يعتقد إن هو المهدي كما ذكرنا من حديث حذيفة بن اليمان قد اظلتكم فتن كجباه البقر ينجو فيها من قد كان يعلمها من قبل ويكثر ويولك فيها اكثر الناس خلا من قد كان يعلمها من قبل اخطاوا في الـ في الـ يعني نسال الله الا يتحقق ما اقوله وان ينجي الامه الاسلاميه بس ماذا لو لو حصل ولم ناخذ حذرنا من هؤلاء المجوس هؤلاء العجم اسال الله ان يكون اسقاطي خاطئ ان ينجي البلاد والعباد من من الفتن ما ظهر منها وما بطن في حديث ضعيف عند عند الشيعه انا بذكره لل يعني للاهميه ضعيف ما وموجود عندنا في سنن ابن حماد اوردوا بعض كتب عندنا وعند الشيعه بيقول يملك الجزيره العربيه رجل اسمه اسمه حيوان وفي عينيه حول بعد ان يهلك ياتي اخاه عبد الله من يضمن لي موت عبد الله اضمن له قيام القائم الحديث ثاني ونشرحه يملك يملك الجزيره العربيه رجل اسمه اسمه حيوان وفي عينيه حول جه فهد فهد اسمه اسمه حيوان وبعد ان يهلك ياتي اخاه عبد الله مات فهد وجاء عبد الله من يضمن لي موت عبد الله اضمن له القائم الح... الحديث ده الشيعة عاملين حشد سياسي وعسكري للحديث ده الان بيقولوا مات عبد الله وعندهم لن يقوم القائم المزعوم الموهوم المبرمج مبرمجينه في ايران وممكن يجيبوه وييجوا ويقول لك ده المهدي وهنقود العالم ونحن هنبقى رؤساء العالم والعباد والبلاد الكلام ده واهمون اسقاطهم خطا من يضمن لي موت عبد الله اضمن الله قيام القائم هنا لابد من التوضيح ولابد من ان علماء الامه يشرحون هذا الكلام ولا يجوز ان نتجاوز يعني سمعت شروح لهذا الحديث في بلاد الحرمين من كثير من المشايخ تكلموا في هذا الحديث فعلا. ذكروه وتكلموا فيه وبيقولوا ممكن يكون عبد الله ثاني وفهد ثاني اللي يسمع كده من الشيعه يفتن. اللي يسمع الكلام ده من الشيعة من عامة الشيعة اللي متحوك عليهم يفطن أكتر ويرسخ عنده اللي ما يأمرهم به يعني كبارهم وتتحقق فتنة السراء وبعدين ذكرنا بعد فتنة السراء ديت إن, إن, إن حدث هذا الأمر لقدر الله إن في أهل المغرب سنفصل في حلقات قادمة من هم أهل المغرب ومن هم الذين يغزون جزيرة العرب ويفتح الله ويغزون إيه لاحظ يغزون جزيرة العرب ويستمروا فارس فارس نطحة أو نطحتان ولا فارس ما عادش فارس ولا عاد إيران النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده بعد ما يعملوا الجريمة الشنعاء هذه تنتهي هذه الدولة صدق الخبر في الواقع تعلم أنه خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم هنعمل مقارنة ما بين الحادثين ما كان منذ كانت الدنيا رأس مئة إلا وحدث على رأس المئة أمر حدث بالفعل 1400 أقرب حدث لنا رأس المئة وعلى رأس المئة الثانية والله أعلى وأعلم ممكن يجي الدجال على رأس مئة يبقى حدث نص الحديث حدث حدث في الماضي وتحقق طيب الحديث اللي موجود معانا دلوقتي ضعيف بس جه فهد وورا منه جوه عبد الله يبقى الحديث لا شك أنه خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم إنما الخطأ الآن هو في إسقاطاتهم الخاطئة من يضمن لي موت عبد الله اضمن الله قيام القائم ومهديهم قائمهم المزيف هذا لا ياتي الا ان يقتل النفس الزكيه جعلوها نمر النمر ويصنعون الاحداث تصنيعا ستاتون وتهدمون الكعبه لا يقوم القائم الا ان تهدم الكعبه عايزين يحولوا القبله لقم كلام خطير جدا كثير من الناس يعني يقولون ان انا اتجاوز وان هذا الكلام يعني مثير للجدل لا ليس مثيرا للجدل هذا ما يخطط له الشيعه الان وفي فيديو هنعرضه دلوقتي يوضح رجل قائد حزب الله العراقي شيعي هنعرضه دلوقتي نوضح اللي احنا بنقوله ونستكمل الحلقة. ندربهم حيثما تقتضي الضرورة. نحن جهزنا جيش إن شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله. لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟ سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الإسلام ومحاربة النبي وتأييد إسرائيل وتأييد أمريكا كيف ستحاربونهم؟ قلت أنه الإمام سلام الله عليه قريب الظهور وسيظهر إن شاء الله وسنتوجه معه إلى السعودية لنحررها لنحررها حديث يوضح الكلام اللي الراجل ده بيقوله واحنا وضحناه في الحلقه السابقه اتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير في الحرم فقال اياك والالحاد في الحرم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيلحد في الحرم رجل من قريش لو ان ذنوبه وزنت بذنوب الثقلين لرجحت ذنوبه الراجل اللي بيتكلم عنه في الحديث لو ان ذنوبه وزنت بذنوب الثقلين لرجحت ذنوبه ماذا سيفعل ذلك الرجل؟ ماذا سيتسبب في رقه من الدماء؟ الشيعي المزيف هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم مني وليس مني انما اولياء المتقون يخرج رجل من أهل المشرق يدعو إلى آل محمد وهو أبعد الناس من آل محمد دينهم الشرك علاماتهم السواد في نقطة صغيرة أول هذه الجماعة نصرة في تمكين صغير هيحصل له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مدة التمكين الصغيرة دي بالنسبة لفترة الأمة الإسلامية في تمكين صغير كده هيحصل ليهم وبعد كده ما عادش في ايران وكما ذكر في الحديث الصحيح يهدم البيت العتيق او او اوله نصره واخره كفر يتبعوه غشارة العرب وسفلة الموالي والعبيد الاباق مراق الافاق سيماهم السواد ودينهم الشرك هم الشيعه. نحذر الامه الاسلاميه ونناشد العلماء ان يسمعونني ويربطونا كما ربطت في الاحاديث النبويه على هذا الخطر الذي يهدد الامه الاسلاميه لو اخذنا حذرنا لو تعلمنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ننجو من الفتن. كان في حادثة حصلت في الماضي لما بعث جنكيز خان الرسول بتاعه للخليفة لو كان سأل الخليفة علماء الأمة ماذا أفعل في هذا الموقف في أثر لسفيان الثوري بيقول إن لم أجد أن أحك رأسي بأثر لفعلت سيدنا سفيان الثوري ومن هو سفيان الثوري ان انا اهرش بس في راسي كده باثر افعل الكلام ده مش متجاوز وكلام مش مش كبير ولا ولا متجاوز بيه لا فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا اتركوا الترك ما تركوكم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اتركوا الترك اثر موجود اتركوا الترك ما تركوكم جنكيز خان والتتار ترك وكان متجه الى بلاد اوروبا لما بعث الرسول بتاعه للخليفه ذبحه طب لو لو استشار العلماء ماذا افعل؟ لقالوا له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم وكان ترك الرسول وكان و و لم يتحول جنكيز خان بجيوشه الى بلاد الاسلام والمسلمين قتل ملايين. الحديث بقوله لا امل لا امل من تكرار الحديث قد أظلتكم فتن كجباه البقر يقتل فيها أكثر الناس خلا من قد كان يعلمها من قبل واجب على الأمة الإسلامية وعلمائها أن يتعلموا الفتن والملاحم لكي نضع أقدامنا في, في المكان السليم في المكان السديد نسأل الله أن ينجي الأمة الإسلامية من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته